قبل ما نبدا مقطع يا حبايب نزلت مقطع على قناتي الثانية، احط لكم رابطه بالوصف. المقطع كلش مهم ومقطع كلش خرافي، اتمنى من الكل يروح يشوفه، الرابط بالوصف. الخبر اول اللي عدنا عن برهوم المعراوي وفضيحة القمر بار وباقي من اليوتيوبر العرب. فبرهوم المعراوي نزل على حسبه بالانستغرام شيت ستوريات كانت تتعارك بيه ويا بنيه، بس هذه الستوريات صار يفضح بها قمر بار وباقي الاشخاص اللي يسوون بالتيك توك اللي هم كذابين، ودائما المسابقات اللي يسووها تكون عبارة عن كذب. وطبعا قمر مار مبارحة كانت مسوية مسابقة واعلنت عن هذه المسابقة، كان اسمها مسابقة قمر، واللي كان شروط هذه المسابقة انه هي تسوي فولو ل 200 شخص اللي هي مسويت له فولو. فوضع بالستوريا صار يقول انه كل هذه المسابقة تكون عبارة عن كذب، وانت كل الشروط مالتها ما سووا فولو ما فولو كلها كذب. وشوف الستوريا. طيب ما بعرف شو خلاكي تحكي اسمي عن جد، وانا بيني وبينك ما في مشاكل لا والله، وانت بنت كثير كيوت، بس انت بتكذبي على متابعينك وبتقبضي مصاري وما بتعملين مسابقات حقيقيه، يا فيك يا تيك توكر نسيفه يعدب. فعليا انا هدول التيك توكر عملت لهم انفولو لانه بيعملوا مسابقات كذب، انا ما بعمل انفولو على عبس، تمام؟ هي وكل رفقاتها بيعملوا مسابقات جيف اواي كذب بس كرمال ياخذوا مصاري ويكذبوا. يعني اوكي قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، تمام، بس هذا الشيء انتوا عم تضحكوا فيه على العالم، وانه روحوا عملوا فولو لفلان وعملوا فولو للبيج وفولو مدري شو وبيربحوكم 100 دولار، ما بيربحوكم 100 دولار، ما في ايفون كمان، بيروح بني ادم بيجمع لي 3 4 كراتين ايفون وبلزق عليهم اسمه وبيقول عمل فولو اتبع الشروط، كذب، انت اكبر حمار اذا بتشارك فيها. فطبعا كل فانزات قمر مار صارت تهجمون على برهوم المعراوي، فاكتبوا لنا يا حباب بالكومنتات هل تتوقعون فعلا القمر مار مسوي المسابقه جات مالته عباره عن كذب، وان كل المسابقات اللي سووها المشاهير كذب. وطبعا قمر مار وصلت على حسبها بالتيك توك للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال ملايين اكثر يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. روح حاليا لاحمد السالي بعد ما تهكرت قناتهم يا حبايب وحذفوا لهم اياه من قناه اليوتيوب، نزلوا مقطع على قناتهم باليوتيوب الثانيه وشرحوا بيه كل اللي صار بياهم، راح احطكم رابط مقطع بالوصف عم تدعمهم يا حبايب، الكل يروح يشوف المقطع وندعمهم نحاول. انتقل حاليا للريدر، وهل هو راح يتزوج؟ ريدر نزل على حسبه بالانستغرام شيت ستوريات، وبهذه الستوريات كان لابس بيها بدله رسميه وكتب ليها لي فوق رايح اخطب ماكو مبروك. صراحة الموضوع كلش غريب، صراحة ما ادري اذا هو قاعد يكذب او لا، ولكن اذا الموضوع فعلا حقيقي فان شاء الله الف مبروك. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون فعلا الموضوع هو راح يخطب او لا، وهل تتوقعون انه هو راح يروح يخطب ياسو او يتزوج، ما ادري صراحه. روح حاليا نور مارو سفره، في نور مارو نزل على حسبه بالانستغرام شيت ستوري كان من داخل المطار قاعد يسافر، ان شاء الله يروح ويرجع بالسلامه والله يوفقه. نختم اخر شيء بانس الشايب والمصارعه والملاكمه اللي راح يسويها ويا راشد، فنزل شويه ستوريات راشد كان يهدد بها انس الشايب انه هو راح يخسر، وانس الشايب رد عليه شويه ستوريات راح احطكم الرد مالته، كل الستوريات كامله شوفوها. لمحبين انس والله اشوفكم ان انتم مستانسين ان انس جبار وكل شيء، بس وعد ان بتزعلون عشان صدق انس بيطلع انسان ثاني بعد المباراه، بل عن شكله وربيعه اللي يتفلسف وايد. راشد حبيبي حس انا حاليا مش فاضي لك، قاعد في تركيا مع حبيبه القلب بيس وبعمل سياحه، انت ضلك تدرب في النوادي، ضلك تدرب، ما تخلي كوتش ما يدربك منيح، لانه ورحمه عمي اول ما انزل على دبي لاغير ملامح وجهك لاخلي ملامح القرد احلى منك. خليك تدرب، وانا قاعد بارجل عشان اضر صحتي عشان تفوز علي كمان حبيبي، والله العظيم والله من بعد كلامه لازم تروح تنتحر. اسمع مش عمليه تجميل، ده عمليه تجميل تفتحك على حسابي، بس شوف يعني انت 24 ساعه عم تتدرب يعني الخوف راح ياكلك، هدي شوي على حالك بس ريح حالك. انت بتتدرب وانا مقضيها من كافيه لكافيه، بس بركض، انا بس بركض، ما فيش داعي اتدرب بوكس والله لهبرك تبر. بس والله حبابنا وصلت المقطع، لا تنسون المقطع على قناتي الثانية الرابط بالوصف وقناة احمد السالي. وبس والله حبابنا وصلت المقطع، في المقطع عجبكم لا تحطون لايك تشتركوا بالقناة، شاركوا في هزيمة قناة ملك القصص، مع السلامة.